خلينا دلوقتي نتابع معاكم أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ من الدولار الأمريكي. وسعر البيع 18 جنيه و90 قرش، سعر الشراء 18 جنيه 83 قرش، اليورو 19 جنيه 26 قرش للبيع، 19 جنيه 18 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 22 جنيه 65 قرش للبيع، 22 جنيه 55 قرش للشراء، فرانك سويسري 19 جنيه 44 قرش للبيع، 19 جنيه 36 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه 82 قرش للبيع، 2 جنيه و80 قرش للشراء، ريال السعودي 5 جنيه و3 قروش للبيع، 5 جنيه وقرش للشراء، دينار كويتي 61 جنيه 57 قرش للبيع، 61 جنيه و16 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه و14 قرش للبيع و5 جنيه و12 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده هنبدا معاكم من عيار 18 اللي سجل 853 جنيه، عيار 21 سجل 995 جنيه، عيار 24 1137 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 7960 جنيه. خلونا نستعرض مع حضراتكم بقى جوله سريعه عن احوال الطقس الثالث ايام العيد. النهارده في انخفاض في درجات الحراره، الجو هيكون حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، ولسه مستمره معانا الشبوره المائيه الصباحيه على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. في ارتفاع في نسب الرطوبه بالنهار، وده هيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات. درجه الحراره في القاهره النهارده 33، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 42، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 29 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.